بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 67 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا، حياكم الله وبارك فيك. حفظكم الله. هذا السائل لم يذكر الاسم في هذه الرسالة، يقول: إذا نسي الإنسان القراءة في الصلاة الجهرية، السورة التي بعد الفاتحة، أو نسي شيئا منها، فهل يقوم بتركها وبقراءة سورة غيرها، أم ماذا يفعل؟ مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن القراءة، قراءة شيء من القرآن في الصلاة بعد الفاتحة سنة، ليس بواجب. لو تركها الإنسان صلاته صحيحة، سواء تركها سهوا أو تركها عمدا، لكن إذا تركها عمدا فهو تارك لسنة ولا ينبغي له تركها، وإن تركها سهوا فلا شيء عليه بكل حال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: إذا زاد الإنسان بصلاته ركعة، فهل يقرأ في الركعة التي زاد فيها الفاتحة في القيام وفي الركوع وفي السجود؟ الركعة الزائدة لا يعتد بها، إذا قام إلى ركعة زائدة ثم ذكر وهو فيها فإنه يجب عليه الجلوس حالا، يجب عليه الجلوس حالا، ولا يستمر في الركعة الزائدة، بل يجلس ويأتي بالتشهد ويسجد للسهو. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل أرسل بسؤال من سائلة ميم ميم ألف من جمهورية مصر العربية وتعمل بالمملكة. تقوم بعض الشركات، شركات الأدوية، بعمل ندوات علمية لشرح ما هو جديد في عالم الطب والأدوية في إحدى الفنادق، ويعقب هذه الندوة حفل عشاء أو غدا حسب الوقت المحدد. السؤال: هل هذا الطعام فيه شبهة من حيث مصدر المال، بمعنى أن تكون التكلفة للحفل على حساب ارتفاع سعر الدواء الذي يتحمله المريض؟ نرجو الإفادة. هذا الطعام الأصل فيه الحل، إلا إذا علم أنه من مال حرام إنه لا يحل أكله، أما إذا لم يعلم فإنه الأصل فيه الحل، والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. رسالة أخرى بعث بها أحد الإخوة يقول في هذا السؤال: كما هو معلوم فضيلة الشيخ بأن أعمال الحج مع عظمها يسيرة ولا تستغرق وقتا كبيرا، ولكن السؤال يبقى: ما حكم من أدى جميع أعمال الحج وهو صامت عن الذكر وتلاوة القرآن، فمثلا يطوف ويسعى وهو ساكت، ويمضي يوم عرفة ما بين أكل وشرب وشراء ونوم وأحاديث جانبية مع رفقته؟ ما حكم الحديث الجانبية أثناء موسم الحج، وهل يعتبر الحج والحالة هذه صحيح أم غير صحيح؟ إذا أدى مناسك الحج على الوجه المطلوب حجه صحيح، وأما الدعاء في الطواف والدعاء في السعي والدعاء في عرفة فإنه مستحب ليس بواجب، فإذا تركه فإنه يكون تاركا لسنة وحجه صحيح، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يهمل الدعاء لأنه بحاجة إلى الدعاء، وأيضا الدعاء في هذه المواطن وفي هذه المناسك مظنة الإجابة، فلا ينبغي للمسلم أن يهمل الدعاء في مناسك الحج، بل عليه أن يجتهد في الدعاء، ولا مانع أن يتحدث بعض الأحيان حديث مباح أو يسأل عما يحتاج إليه، تحدث مع رفقائه، لا مانع من ذلك، ولكن لا يجعل الوقت كله للحديث والكلام، وإنما يخصص جزءا من الوقت في عرفة للدعاء، فمثلا بعد العصر خصصه للدعاء وينشغل بالدعاء والذكر، كذلك في الطواف والسعي ينبغي له أن يشغل أشواط الطواف وأشواط
السعي بالدعاء والذكر، ولا مانع أنه يتكلم مع من حوله، لا سيما إذا احتاج إلى الكلام أو السؤال عن شيء لا بأس بذلك، لكن مهما أمكن أن يستغل الوقت الدعاء فهو أفضل له. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. من أسئلة هذه السائلة فضيلة الشيخ من جازان تقول في سؤال لها أختكم عين من جازان، تقول: الالتماس بين الرجال والنساء أثناء الحج والعمرة نظرا لكثافة الأعداد البشرية الذين يؤدون الحج، كما أن هذا شيء خارج عن الإرادة وهو شيء لا بد من حدوثه مهما احترس الإنسان، فما الحكم في ذلك؟ أصلها أصل السائل إذا حصل مماسة نعم بين الحجاج ولا سيما بين الرجال والنساء. نعم شيخ. هذا لا يضر إذا كان بدون قصد، إنه لا يضر، إنما المحرم أن يزاحم النساء قصدا من أجل تلذذ بذلك أو طلب الشهوة، هذا حرام. أما إذا حصل زحمة وحصل شيء من الملامسة بين المزدحمين من غير قصد هذا لا يضر، ولكن على الإنسان أن يتجنب الزحام مهما أمكن، عليه أن يتجنب الزحام مهما أمكن، فلا يقصد الزحام ويدخل فيه سواء في الطواف أو في غيره، بل يتحين الفرص التي ليس فيها زحام ويكون في أقصى المطاف، يكون في أقصى المطاف ولو بعد عن الكعبة إذا كان في هذا سلامة طوافه من الزحام ومن مخالطة النساء، يحرص على أن يتجنب هذه الأمور، لكن لو وقع في شيء منها من غير قصد فلا حرج عليه في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. تقول سائلة أختكم عين من جازان أيضا: في الحج كان الزحام شديد في آخر يوم من الرمي، فشككت في عدد الحصيات، فما الحكم وماذا يفعل الإنسان لو لم تصب هذه الحصيات المرمى وقد نفد ما عندي من حصى وكان الزحام على أشده، وهل يؤجر على نية تصويبها أفيدونا مأجورين؟ الرمي لا بد أن تقع الحصيات السبع في المرمى في الحوض، وهذا يستدعي أن الإنسان لا يغامر مع الزحمات وإنما يتحين الفرص التي تخف فيها الزحمات، والوقت واسع، الوقت في رمي جمرة العقبة يبدأ من منتصف الليل ليلة النحر إلى غروب الشمس، الوقت واسع في هذا، وكذلك في أيام التشريق يبدأ من زوال الشمس دخول وقت الظهر ويستمر إلى الغروب، وإذا احتاج إلى أن يرمي بالليل بعد المغرب لا حرج عليه في ذلك للحاجة والضرورة، فيتحين الإنسان الأوقات التي يخف فيها الزحام. وأما الشك في إصابة المرمى فهذا إن كان الشك وقت الرمي حصل معه وقت الرمي، فالأصل أنه لم يرمي تلك الحصيات التي شك في وقوعها، إذا شك في وقوع حصات أو أكثر من حصات وهو يرمي فإنه يبني على اليقين، يبني على اليقين ويكمل سبع الحصيات. أما إذا كان الشك بعد الفراغ من الرمي بعد نهاية الرمي إنه لا يؤثر، الشك بعد العبادة لا يؤثر، إنما الذي يؤثر هو الشك أثناء فعل العبادة. وعلى كل حال إذا تيقن وغلب على ظني أن شيئا من الحصى لم يقع في المرمى، فإن كان حصات أو حصاتين مثلا أنه يتصدق على مسكين أو مسكينين، الحصات يتصدق على مسكين نصف في مكة الحرم، والحصاتين يتصدق على مسكينين. أما لو كان إنه شك في عدد كثير من الجمرات لم تصل الحوض تصل المرمى فإنه يفتي يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء في مكة، فإن لم يجد فإنه يصوم 10 أيام. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة فضيلة الشيخ التي رمزت لاسمها ميم ميم ألف من جمهورية مصر العربية تقول: فضيلة الشيخ، سمعت في إذاعة القرآن الكريم في المملكة هنا الكثير من الأسئلة حول زكاة الذهب المستعمل للزينة، فقال بعض العلماء مستدلا بحديث صحيحة بأنه إذا كان للزينة فلا تخرج فيه الزكاة، والبعض الآخر من العلماء يقولون إذا بلغ مقدار الذهب المستعمل وغير المستعمل للزينة مقدار النصاب فلا بد من إخراج الزكاة، مستدلين أيضا بحديث صحيحة منها المرأة التي كانت تحمل الطفلة وذهبت بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان بيدها سوار فسألها عن إخراج الزكاة عنها،
فأنا الآن تقول في حيرة، هل أخرج زكاة الذهب هذه السنة أم لا، مع العلم بأنني أستعمله للزينة، وأخرج الزكاة في هذا الذهب في كل عام، أفيدوني في الصحيح مأجورين؟ نعم، زكاة الحلي المستعمل فيها خلاف بين أهل العلم، الجمهور على أنه لا تجب فيه الزكاة نظرا لأنه أصبح من جملة المستعملات كالملابس والمساكن والدواب وإلى ذلك التي تستعمل، والفريق الآخر يرى وجوب الزكاة فيه بناء على الأصل الذهب والفضة أنه تجب فيهما الزكاة، ولما ورد من بعض الأدلة التي استدلوا بها ورأوا أنها صحيحة. على كل حال الخلاف موجود، ومن أراد الاحتياط براءة الذمة فليزكي، وأما الوجوب فلا نرى وجوب الزكاة في الحلي المستعمل، لكن من أراد أن يحتاط وينفي الشك باليقين فهذا أمر طيب، فإذا كنت مستمرة على تزكيته كل سنة أزكي واستمري على الزكاة ما دمت تقدرين على ذلك، أن هذا أبرأ للذمة وخروجا من الخلاف. نعم. أحسن الله إليكم. تقول فضيلة الشيخ الأخت سائلة من جمهورية مصر العربية، لي أخت شقيقة ملتزمة بأوامر الله والحمد لله ولا نزكي على الله أحد، ولكن زوجها تركها كالمعلقة وتزوج من امرأة أخرى، وهي تسأل الآن الشيخ صالح تقول هل يحق لها أن تخرج بدون إذن زوجها لزيارة والدها وقضاء طلبات أولادها، أم تكون عاصية لهذا الزوج مع العلم بأنها لا ترى بأنه تارك المنزل منذ سنوات وتارك لها كما ذكرت؟ إذا كانت لا تزال زوجة له وفي بيته وهو ينفق عليها وقائم بالواجب فإنها لا تخرج إلا بإذن، لأنها باقية عليها أحكام الزوجية، ومنها أن لا تخرج إلا بإذنه، فعليها أن تستأذن منه، وإن علمت أنه لا يمانع في خروجها أو أنه قد انتهت رغبته فيها وقطع الإنفاق عليها والسكنة فلا مانع أن تخرج، لكن كون الخروج بالضوابط الشرعية، لا تخرج متطيبة ولا تخرج متزينة بالحلي أو بالثياب، إنما تخرج لحاجتها مع التستر وترك الزينة وترك التبرج. نعم. ترك الاختلاط بالرجال. نعم. أحسن الله إليكم. سائل ميم بام الحربي من القصيم يقول إذا أراد الشخص الإحرام بالحج أو بالعمرة هل يأخذ من شعره مثل نتف الإبط تقليم الأظافر، وهل بإمكانه أن يغتسل في بيته حتى ولو كانت المسافة بعيدة؟ هذه الأمور يستحب فعلها قبل الإحرام تهيئا للإحرام، فإذا أراد الإنسان أن يحرم فإنه يستحب له أن يأخذ هذه الأشياء التي قد تقول وتؤذيه وهو محرم، مثل الأظافر الطويلة وشعر الآباط والعانة، هذه يأخذها قبل الإحرام لئلا تطول ويتأذى بها وهو محرم، وليس هذا بواجب، فلو أحرم ولم يأخذ شيئا من أظفاره ولا من شعوره فإنه لا حرج عليه، وأما أخذ هذه الأشياء والاغتسال قبل الوصول إلى الميقات فإذا كانت المدة الزمنية قليلة حيث أنه يعملها في بيت ثم يصل إلى الميقات في وقت ليس بالطويل، أن كان قريبا من الميقات أو كانت وسيلة النقل سريعة ولم يمضي إلا ساعات قبل وصوله إلى الميقات فلا بأس بذلك، وهذا يكفي لأن المقصود يحصل بذلك، أما إذا كانت المدة الزمنية بين أخذها وبين الوصول إلى الميقات مدة طويلة تنمو هذه الأشياء فيها أو يأتي العرق والروائح التي تكون من جسمه بسبب السفر، هل مستحب له أن يتعاهدها عند الإحرام إذا أمكن ذلك؟ نعم. أحسن الله إليكم. السائل أبو محمد ألف ألف يقول أنا أبلغ من العمر 40 سنة ولم أحج إلى مكة حتى الآن، يقول لأن لدي أعمال كثيرة، وأسأل عن الآية في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فماذا توجهونني؟ نعم، إذا كنت تستطيع السبيل إلى الحج، عندك الزاد وعندك الراحلة وعندك ما يكفي لأولادك إلى أن ترجع إليهم فاضلا
عن الديون التي عليك إنه يجب عليك المبادرة بالحج، لأن الحج ركن من أركان الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فهو ركن من أركان الإسلام، يجب عليك المبادرة، لأن الأمر للفورية. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. والأصل في الأمر أنه للفورية، ولا يجوز التأخير إلا لعذر شرعي. فعليك بالمبادرة في أداء فريضة الحج، ولا تتكاسل. والأعمال الدنيوية ليست عذرا في ترك الحج، لأن الحج ركن من أركان الإسلام. إذا توافرت شروطه وأنت لم تحج، وجب عليك المبادرة في الحج. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. أخوكم أحمد محمد يقول: فضيلة الشيخ، هناك سؤال أحب أن أتوجه به إلى فضيلتكم جزاكم الله خيرا. والسؤال يقول: يا فضيلة الشيخ، هو بأن أخي الأكبر توفي رحمه الله رحمة واسعة، وقد ترك لنا ما يقارب من 50,000 جنيه مصري، لكن الوالد أهداه الله استثمر هذا المبلغ بطريقة ربوية الآن، وقد بلغ هذا المبلغ حوالي 70,000 جنيه مصري. أولا أحب أن أعرف فضيلة الشيخ، هل هذا المال فيه زكاة تتوجب على المبلغ الأصلي أم على المبلغ بعد الزيادة؟ وكم تبلغ الزكاة على مثل هذا المبلغ في السنة؟ مأجورين. ما دام أن الوالد موجود فليس لكم ميراث من هذا المال، لأن الوالد يحجبكم، يكون الميراث للوالد ولمن معه من أصحاب الفروض، أو إذا كان للميت أولاد. على كل حال الإخوة ليس لهم ميراث مع الأب، هذا بالإجماع. وأما الزكاة فكل من الورثة يزكي نصيبه، كل من الورثة يزكي نصيبه من الميراث. وأما استعماله في الحرام والاستثمار الربوي هذا حرام ولا يجوز. يجب على والدكم التوبة إلى الله، وأخذ رأس المال وإعطائه لمستحقيه من الورثة إذا كان معه ورثة غيره. نعم. يجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه من الميراث، من أصل المال. وأما الأرباح الربوية فلا يجوز أخذها، يجب تركها لأنها حرام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإن كان ليس له وارث إلا الوالد فإنه يزكي هذا المال، أصل هذا المال يزكيه لأنه ميراثه وماله. وإن كان معه ورثة آخرون فكل يزكي نصيبه كل ما مضى عليه حول. كيف يتخلصون من هذا المبلغ الربوي يا شيخ؟ يتركونه. أحسن الله إليكم شيخ. يقول أيها الامتداد للسؤال فضيلة الشيخ: بعد وفاة أخي الأكبر يريد الوالد أن يكتب التركة ويقوم بتوزيعها في حياته، وفي نيته أن يحرم البنات من نصيبهم الشرعي في الميراث، ونحن 3 إخوة و6 بنات و4 بنات متزوجات وواحدة في الجامعة والسادسة مصابة بمرض عقلي، وأيضا نملك قطعة أرض زراعية ثمنها ما يقارب من 130,000 جنيه ومنزلين تبلغ القيمة 60,000 مصري، فما نصيب كل فرد سواء كان ذكر أو أنثى؟ ليس لكم نصيب والوالد موجود، صاحب المال موجود، ولا ليس لكم ميراث وهو موجود إلا بعد وفاته. فما هل ماله ماله، المال ماله، يتصرف فيه بحدود ما أباح الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس له أن يخص بعض أولاده دون بعض، يعني يخص الذكور دون الإناث بالعطية. قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعدلوا بين أولادك، فيجب عليه العدل في العطية، فلا يعطي بعض الأولاد ويحرم البعض الآخر ذكورا كانوا أو إناثا. نعم. أحسن الله إليكم. السائل ألف عين مصري ومقيم بالمملكة يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الكتابة على الكمبيوتر الخاص بالشركة لأغراض شخصية؟ ما حكم استعمال مثل هذا؟ مأجورين. إذا كانت الشركة تسمح بهذا فلا بأس، أما إذا كانت الشركة لا تسمح فلا يجوز استخدام أدوات الناس لأغراضك الخاصة إلا بإذنهم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل المصري: ما حكم من لا يصلي في الجماعة ويكتفي بالصلاة
المنزل حكمه أنه تارك لواجب صلاته صحيحة مع الإثم، عليه أن يتوب إلى الله وأن يحضر الصلاة في المساجد في بيوت الله مع المسلمين، لأن التخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر علامات النفاق، من علامات النفاق. قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حظوا. قال الله تعالى في المنافقين: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالتخلف عن صلاة الجماعة من علامات النفاق، والمسلم لا يرضى أن يتصف صفات المنافقين، بل يتصف بصفات المؤمنين الذين يحضرون صلاة الجماعة في المساجد. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. كيف المسلم يترك هذا الفضل وهذه الأجور وهذا الوعد من الله عز وجل ويصلي في بيته من غير عذر شرعي، صلي مع النساء وهو رجل عاقل صحيح الجسم، عليه أن يحب للمسجد ويصلي مع المسلمين ولا يثبطه الشيطان ويخذله الشيطان ويحرمه من هذا الأجر العظيم من الخطوات التي يمشيها للمسجد، كل خطوة حسنة يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، والصلاة الواحدة عن 27 صلاة في الفضيلة والأجر. كيف المسلم يذهب بهذا الثواب العظيم ويترك واجبا أوجبه الله عليه؟ لأن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان المستطيعين. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. يروى هذا الأثر مرسلا ويروى مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يروى موقوفا ويروى مرفوعا إلى الرسول. والأصح والأصرح منه قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وقد أجاب